خسارة مباراة اليوم كانت ستعني ربما خسارة كل شيء مع هذه الكوبا ديل ري. ممتازة من سيرجي في وسط الملعب، مرتدة سريعة لبرشلونة خطيرة، خمسة مقابل ثلاثة للبرسا على اليسار، فرصة لليويزيتو سواريز وهذا جوميز، جوميز يلعبها وتمريرة وكرة لديكم، لا خوف عليكم يا بارسا. هداف التاريخ للكلاسيكو يخطف كل شيء في أصعب ملعب، بل في أرض ومكان وملعب المفضل يا ليو، يا بالروزاريو، يا له من تحرك يا سيرجي. بطل الريمونتادا كان وراء كل شيء اليوم، وتمريرة ساحرة من جوردي وين اليو، هذا مكانه. وبعد ذلك صافرة الحكم تنهي كل شيء لتؤكد فوز البرسا وإبقاء ماله وحظوظه في